هو انتوا عدم المؤاخذه ايه حكايتكم؟ المره اللي فاتت جبتوا رمله والمره دي اغذيه ومعلبات، وانتوا بتشتغلوا في ايه بالظبط؟ اصل احنا يا عم رزق يعني ناويين نفتح شركات كتير، يعني هنشتغل في المقاولات، في الاغذيه وحاجات تانية. ومالها يا بنتي، ربنا يزيد ويبارك ويرزقكم الحلال، بس اهم حاجه الحلال. بس المره اللي فاتت يعني حصل كده، انا استغربت قوي يعني، انتوا اختفيتوا فجاه، هو انتوا رحتوا فين؟ احنا حصل مشكله كده في القاهره، ف احنا اسفين جدا والله، اضطرينا نجري على طول، بس يعني احنا اسفين والله. يعني المهم ان المشكله اتحلت يعني، الحمد لله. الحمد لله اتحلت. طب الحمد لله. العموم يعني الاوض بتاعتكم لسه موجوده زي ما هي من المره اللي فاتت، بس الاول يعني لازم نتعشى سوا. امال ايه؟ جبنا قريش بقى وعسل والفطير اياه، يعني عشوه ملوكي كده. مساء الخير يا عم رزق.